بونسوار، حلقة جديدة اليوم من برنامج أجندة بنعرفكم من خلالها دايما على أبرز النشاطات يلي عم بتصير بلبنان والعالم. تاكسي نايت بدورته 17 لهالسنة صار بـ 7 سيسترز بالبيل، ويلي مثل العادة بيهدف للإضاءة على مخاطر القيادة تحت تأثير الكحول. طبعا هالحفل كان من تنظيم كون هادي وبمشاركة عدد كبير من الشخصيات المعروفة بعالم السياسة والفن. كل الأجواء بنشوفها بهالتقرير. الايفنت نمبر 17 كنا عاملين 17 سهري تاكسي نايت. قبل كل شيء بدي اتاهل فيكم، ميرسي كثير لانه على طول انتم مواكبيننا بنشاطاتنا تتساعدونا نوصل الرساله. رح فسر شوي عن مبدا هيدي السهره تالناس كمان يفهموها زياده. هي سهره ممنوع حدا يجي بسيارته، نحن ككون هادي بنبعث لهم تاكسي بيجوا فيه، والاهم انه اخر السهره يرجعوا بالتاكسي حتى ننشر هالثقافه انه ممنوع تشرب وتسوق سيارتك. هيدي مبدا السهره، ومن هيك نحن عاملين بيطلع لك بس تو درينكس، اوبن ووتر، اوبن سوفت درينك، وبترجع انت مريحه راسك بالتاكسي. وهيدي الفكره بس تقول لك توسعت انه هي الصيفيه صرنا عاملين ثلاث اعراس بعتين ورانا، انه تخيلي بالعرس عم بيطلبوا سياره تاكسي ودرايفر. الاشخاص اللي واصلين على العرس بتعرفي بالعرس كمان بتهيصي وبتشربي وبتتسلي، كمان الناس اللي مش قادرين يسوقوا سياراتهم عم بيكون في سيارات من قبلنا ناطرين برا، وهيدا اكيد بتكون العرسين اذا بدك هن طلعوا بالفكره وعم تنزيد على كروتي تاع عزيمه العرس. فكتر خير الله، يعني صحيح صرنا سهره 17 بس مثل الواحد نقر بالحجر ووصل يعني لمطرح، اكيد نتامل بعد نوصل لبعيد، بس كتر خير الله صارت كل الناس بتحكي بالتاكسي، ولما بتسهر كمان روح بالتاكسي ورجع بالتاكسي. اول شيء بدي اشكر جمعيه كون هادي على النشاطات اللي عم تعملها دائما، خاصه التوعويه، لانه عم نخسر شباب وصبايا بعمر كتير صغير من وراء حوادث السير، وخاصه كمان موضوع الشرب والسواقه. هيدا بيضيف للي نحن بدنا نعلمه كمان بمدارسنا، وللرسائل اللي عم نجرب نمرقها بالمدارس لحتى ينتبهوا من مواضيع الشرب والسواقه او حتى سواقه بشكل غير مسؤول. من هون انا لا واجب علي ان اكون موجود باي محل بقدر مرق رساله لهالطلاب ولهالتلاميذ انه هيدي الامور فينا نتحشاها، يعني مش شرط انه الواحد يطلع يشرب لينبسط ويسوق وبعدين يشكل خطر على غيره، في يقدر يعمل كل هيدا ويضل محافظ على سلامته وسلامه غيره. من هون انا حريص لاجي ولاشكر كن هادي واللي قيمين علي على الشغل والمجهود اللي عم يعملوه، لانه هيدا موضوع كتير اساسي لحتى التلاميذ كمان يستفيدوا منها وهن بينشروها بين اصحابهم وبالمدارس وبالجامعات. يعني قلت اهم كلمتين هن السلامه والامان، ونحن اليوم وقت نقول سلامه وامان مش يعني بس اليوث، مش بس يعني نحن اللي عمرنا بالعشرين وبالثلاثين، حتى اللي عمرهم اربعين وبالخمسين وبالستين، وكل حدا بحب يظهر ويسهر لانه الحياه مش كلها قرايه وجد، كمان بسط لانك بدك تتنفسي. فكتير حلوه هيدي الفكره، ومش بس لازم تكون حكر على كون هادي، على كل الجمعيات وعلى كل بيت وعلى كل فرد بيفكر انه يروح ينبسط يعمل اللي بده اياه، بتعرف انه رح
يرجع على البيت، لا خطر على حاله ولا خطر على غيره. فأنا من مشجعين هيدا الفكرة كتير. أنا من قلبي من قلبي بحب هيدي الجمعية، جمعية تكون هادي. ومدام لينا جبران تعب، أنا بحبها كتير هيدي المرة. أنا كمان عن جد قدي هي عندها هيك بوزيتيف انرجي على طول بتعطيها للعالم، وقدي هي جبارة. برافو عليك، وعن جد بتمنى لقدام على طول، وبتمنى كل العالم تدعم جمعية تكون هادي للسلامة المرورية، لأنه بالنتيجة هني عم بيحمونا على الطرقات وعم بيحموا كل الناس والشباب. بدي اقول لك يعني بدي لها يعطيها الف عافيه للينا جبران، لانه مش ابدا هين اللي عم تعمله. اكيد كل دعم لازم كل شخص يدعم كون هادي، ولازم يدعم كل الجمعيات كمان يلي بيهتموا بسلامه المواطن، وخاصه الشباب يلي بيسوقوا على الطرقات اللبنانيه. للاسف طرقاتنا يعني كارثه ما بينسق ابدا عليها، مشان هيك لازم اليوم يكون في هيدي التوعيه دائما دائما دائما، لازم دائما يكون في هيك نوع من الايفنتس حتى نرجع نوعي الناس. لو بينسى من فتره لفتره انه لازم ياخذ تاكسي وما يسوق سيارته هو بده ينزل يسهر، يرجع يتذكر انه لا، هيدا شيء واجب علينا. لو كنا ساكنين ببلاد برا ما كنا ابدا اخذنا سياراتنا. وانا بعرف بدبي ما حدا من اصحابي بياخذ سيارته، باوروبا ما حدا بياخذ سيارته، كلهم بيسهروا بالتاكسي. ليش لا اليوم صار عندنا شركات كثير منيحه كثير مرتبه سيارات بعقده، ليش اليوم نحن ما بناخذ هيدي المبادره، بنترك سيارتنا بالبيت وبنطلع بالتاكسي تنروح نسهر وننبسط، واهم شيء نخلي اهلنا واللي حوالينا يناموا مرتاحين. هي مش اول سنه بكون موجود بالايفنتس تبع كون هادي. السلامة العامة هي واجب على الكل، وواجب علينا نحن كمان انه نعمل نوع من توعية عليها، لانه عم نشوف قد ايه لبنان عم يشهد حوادث سير مؤسفة، وفي كتير ضحايا عم يروحوا سنويا يعني بلبنان من وراء حوادث سير من وراء قلة السلامة. فهذا بحس انه واجب علينا نحن تجاه خاصة اليونج يعني الجيل الجديد يلي عم يسوقوا هلا، واوقات بيكون عندهم شوية تهور يعني. انا من اكثر الايفنتات اللي بحب اشارك فيها هي كون هادي، لانه ما شاء الله عليهم اخذين محل الدولة يعني بنشاطاتهم بالقصص اللي عم بيقدموها. يعني المجتمع المدني من خلال كون هادي كثير عم بيشتغلوا على السلامة العامة. اكيد بدي اتشكر وزارة الداخلية والامور كلها سوا والدولة يعني، بس هن عم بيقوموا بمجهود كثير كبير، وكرمال هيك مدام لينا وكل الجروب وكل الناس اللي بتشتغل معهم بوجه لهم الف تحيه. وبمجرد ما يطلبوا مني انه شارك انا بلبي الدعوه. صراحة أنا ما كتير بلبي مناسبات ومني كتير انتو سهر، بس كل ما يحكون يكون هادي كل سنة بكون معهم، لأنه بحس أنه واجباتي أني يكون عم بوعي الناس ولقلهم أنه عن جد يستعملوا تاكسي لما يسهروا، لأني سبق وخسرت صديقة كتير عزيزة على قلبي اللي كانت شقفة كتير كبيرة من حياتي، وبنفس المأساة اللي راح فيها هادي. فبعرف قديش شي بيوجع، وبعرف انه لو كانت حتى السنتور ميرنا ما كانت راحت، كانت بعدها بيناتنا، ولو كانت بالتاكسي وكل هالأمور. مشان هيك بقول للناس انه هيدي اشياء بتصير ما لنا بعيدة عنا، ما ننطر لتصير ببيتنا لحتى نحس. وبقول لكل الشباب ما لنا بطولة، هيدا اهم شيء قلن اياه، انه بليز يا شباب ما لنا بطولة انه ما نحط السنتور، ما في بطل بهالامور. اكيد مبسوطة كتير بهالايفنت، ومبسوطة انه في هيك جمعية بلبنان بتوعي شبابنا. اكيد كون هادي جمعية بتاخد العقل، بقول لكل شاب بليز سوق عمهلكن تتقدروا تحموا حياتكن وحياة غيركن. لما الواحد بيبقى شربان ما بيكون قادر يعمل كنترول على حاله، مشان هيك ننصح مثل ما عم بينصحوا جمعية تكون هادي بانه يستعينوا بالتاكسي، ومش غلط انه يستعينوا بالتاكسي. اول شيء هاي زينة، تاني شيء انا معني بالموضوع لانه عندي بنتين عمرهم 17 و15، يعني هذا العمر اللي اكتر شيء تبقى عتلاني هم بس يبلشوا يسوقوا او بلشوا يشربوا. وانا اللي بحبه بجماعة كون هادي انه طلعوا من مأساة عملوا جمعية رائعة،
وبقلك شغله حلوه، لان بعلم الاعلانات هاي شغله مهمه، ما عم بينظروا بس انه ما تسوقوا وتشربوا، عم بيعطوا حلول، وهذا الشيء كتير حلو. انه خي نحن بنجيب لك التاكسي حتى روح تمتع سهار ولو شربت، بس ما ترجع تسوق، خد تاكسي بقى. انا بحب كل شيء بس ينعرض المشكله ويكون في حلول بقى بهنيون.